بالنسبة للوكالة التهذيب والجدل العمراني عندها عدة مشاريع تنفذ فيها، من ضمن المشاريع هو برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الأول. تم في إطار البرنامج هذايا إدراج تهذيب حي النور ببلدية بوشمة. حي النور بلدية بوشمة معناها المكونات متاعها هي الطرقات والأرصفة والتنوير العموم. الخاصية في حي نور ببوشمة أن استعملنا لأول مرة هي الإنارة بوحدات الإنارة بالليد، اللي هي تكنولوجيا معناها تعتبر جيدة من حيث الاستهلاك الطاقي. هي اللايت إيميتنج ديود، ولا الإنارة الناجعة عن الصمام الثنائي. تهذيب حي النور ببلدية بوشمة الكلفة متاع حدود 2 مليون دينار، 2 مليارات، معناها فيه الطرقات والأرصفة وتجديد شبكة الماء الصالح للشراب، إضافة إلى مكون التنوير العمومي. تم إنجاز 123 وحدة إنارة باللاد هذه. بالنسبة لمشاريع التهذيب العمراني يتم تكليف الوكالة بحكم الخبرة المكتسبة والخاصيات، معناها لأن العمل داخل الأحياء الشعبية ليس كالعمل في المناطق الأخرى، لأنك أنت تشتغل وتجدد في الشبكة والمواطنين يستغلوا في الشبكة، وهذه هي الخاصية متاعها. اختصرنا على المنظومة اللاد بعد الاستشارة المختصين وجيناها معناتها حاجة ممتازة جدا. أول حاجة في الجمالية على الطرقات الجديدة، وفي نفس الشيء زادة في الإنارة، إنارة ممتازة جدا. والأهم من هذا كله اللي هي مقتصدة 20% من كلفة التنوير، اللي هي تتثقل على البلدية برشا إنارة، وهذا التمشي بتاع البلدية اللي هو مشينا في البرنامج الجيل الجديد هذا في التنوير العموم. دور البلدية كانت هي معناتها أكيد دور البلدية مهم ياسر في حلحلة بعض الأمور مع الوكالة التهذيب والتجديد العمراني، صعوبات مع المواطنين، مع الإدارات العمومية، مع برشا وضعيات. في نفس الوقت خذنا برشا خبرة بحكم عندها خبرة الوكالة التهذيب العمراني من إطارات، وحنين بلدية محثة تعودنا معاهم، وكانت شراكتنا في كل شيء معناتها في المجالات كلها، في برنامج تهذيب في منطقة حي النور كانت ديما جلسات دورية. والله المشروع هذا مهم ياسر، كنا في راهو في ظلام دامس. المنطقة هذه كانت منطقة بصراحة حتى كيف ندخلوا منها نخافوا في الليل، توا الحق ولت فيها ضوء سمح ياسر وولت معناها ما عاش واحد يخاف باش يدخل لها. الإنارة سمحة مقبولة، ماهيش شكل الضوء الساطع ياسر، هادي، أدخل لنا بالحق أدخل البهجة وأدخل الحيوية للحي الكل. بدل لنا حياتنا 90 درجة، كنا مردومين بالترابات والغبابير وكنا في داموس أظلم، ما شاء الله ولينا كيسات الحمد لله يا ربي، ولت لنا نظافة، ولينا نور نهار شطول كيما الليل كيما النهار ما شاء الله من الضوء اللي فيه. كان ظلمة زي داموس، كان في كنا في عالم آخر الحق، وتربى وغبابير ونمشوا حتى مش نقضوا قضية نعثروا حتى في الحجر ما نحكي لكش بصراحة. حالة الحمد لله يا ربي.